ونرجع لمدرسة واحنا زي غيرنا وإنا كمان نتعلم ونجدد مستقبلنا وكمان نرجع لمدرستنا. أنا رشا قبوعة من قرية الفرعة. تفضل يا رشا. من ثانوية أرض الفرعة. إحنا في الثانوية لها ما في 3 سنين ما في أشياء اللي بتحتاجها الثانوية، مثلا مختبرات. إحنا الحين صف 11 ولازم في تجارب نسويها، ولحد الحين من صف أول ولا مرة فتنا المختبر. أما لو إنها مدرسة يهود بيضبطوها وبيسووا كل حاجة، وغير كذا ما في لا وسائل ترفيه ولا شيء، في ملعب مشترك مع 3 سنين، وما في صالة رياضية للبنات ولا حاجة ولا أي حاجة موجودة. وغير كذا في غرفة الحواسيب في المدرسة ولا مرة فتناها، ويعني وظائف في طلاب عندهم وظائف للمحسوبين ولا ما رفض عليها. فبتمنى إن الوزارة تسمح حكينا وإنها تقبل.